كنتمناو الجمهور كنتمناو المنتخب المغربي يرباح، كنتمناو له هذا الكاس هذا. السلام عليكم. كنتمناو المنتخب المغربي يفوز بهذا الكاس هذا. اليوم كنساندوا هذا المنتخب هذا وديما المغرب. تفضل معايا السي ياسين. السلام عليكم. وكالعاده ان شاء الله الفوز الثالث للمنتخب الوطني اليوم. اللي يمكن لي نقول عليه هو ان المنتخب قدم مباريات جميله جدا، وان شاء الله ان شاء الله مغرب وتوجور مغرب وفيفا لو ماروك. كنساندوهم في السراء والضراء كما تيقولوا، وعاش الوطن عاش الملك. تحيه لسيدنا. الله اليوم الربح المنتخب الوطني غادي يفرحونا ان شاء الله. اليوم كنتمناو لهم الربح ان شاء الله ما يكون الخير. ديما المغرب، ديما المغرب، ديما المغرب، ديما المغرب، ديما المغرب. السلام عليكم، معكم حسن الملي. وان شاء الله اليوم المنتخب يحقق صعود بتسعود النقاط ويواجه في الدورة تمن الفريق يعني يكون اقل درجه من المنتخب ان شاء الله. وكنتفائلوا بهذا المنتخب ان شاء الله، وان شاء الله غادي يحقق شي انجاز لي زوين وتاريخي. وان شاء الله لا كوب افريقيا الثانيه ان شاء الله، وديما المغرب ان شاء الله. نقلب دخلت البيئه ان شاء الله. اليوم غادي نتكاليفاو ب 9 بوان واللي ما وقعش من زمان. ان شاء الله نجيبوا لا كوب هذا العام. انا المغرب المنتخب عزيز عليا، وكان بغيه، وديك النهاريه تلعبوا لعب زوين، ودابا كنتمنى لهم يربحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه تنشكروا الرياضي الاول صاحب الجلاله محمد السيد نصر على الانتصار على الكوت ديفوار. واليوم الجمهور المكناسي والويسلاني بصفه عامه فرحان، وجميع المقاهي مملوءه على المباراه ديال الجوله الافريقيه اليوم. وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى وصاحب الله سبحانه وتعالى باش اليوم يكون الفوز على الجوله الافريقيه بحصه ثقيله ان شاء الله بشي 2-0. وبهذه المناسبه هذه اليوم تنتواجدوا في مقهى هي صديقه للبيئه، واليوم ان شاء الله نشجعوا المنتخب بالروح بالقلب بالدم بكل شيء. ديما ديما مغرب وشكرا. ان شاء الله سنساندوا المنتخب المغربي وان شاء الله نربحوا ونتكاليفاو ان شاء الله.